منذ قليل أقول صالون الوطني للحج والعمرة بقصر المعارض بصنوبر البحري، وهذا بحضور كل من وزير السياحة حسن مرموري وكذلك وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بالإضافة إلى حضور كل من وزير الاتصال جمال كعوان. إذن مشاهدينا، تم منذ قليل افتتاح الصالون الوطني للحج والعمرة في طبعته الثالثة بقصر المعارض بصنوبر البحري. الانشغالات والامور اللي يحبوا يطلعوا عليها للمواطنين، دائما عندنا فضائين، فضاء العمره وفضاء فضاء الحج، نجيب المواطن على جميع الاسئله المتعلقه بالاحتجاج. اولادهم ويدعوا للوطن ويدعوا لله وزمن المسلمين، فهذا هو اللطيف. الحواجز اليوم.